انا ممكن اشرح ليه وتسجيل صوتي فيديو مهم جدا. معانا تسجيل صوتي من الاستاذ عبد الغفار مغاوري محامي المعاشات، وبيتكلم فيه حول جلسة الخبير اللي تمت يوم الاحد 28/4 الماضي والعلاوات الخمس. مش هطول على حضراتكم، تعالوا بينا نسمع بيقول ايه. دلوقتي هبدأ معاكم إن شاء الله، بس صوتي عن اللي حصل النهاردة في الخبراء في قضية العلاوات الخاصة، قضية تنفيذ العلاوات الخاصة. أرجو يعني كده نشوف إذا كان في حد سامعني ولا لأ. يا رب يكون حد كده إن شاء الله معايا. اعتقد ان في حد بدأ يبدأ معانا كده ان شاء الله. تمام. طبعا حتى يعني عشان الوقت والناس، يعني انا هتكلم هشرح كل حاجة، واللي يعني هيفوتوا حاجة في الاول هيعيد سماعه تاني. اول حاجة انا عايز اقولها لحضراتكم، انا ليس لي علاقة بكل ما ينشر على اليوتيوب بما يخص العلاوات، حتى لو هو واخدها من عندي، هو بيضيف عنده وبيحط خبر كده في الاول ما اعرفش جايبه منين. بس اللي انا عايز اعرفه، اللي عايز اقوله لحضراتكم، انا ماليش علاقة بكل ما ينشر على اليوتيوب في باي شكل، ماليش علاقة بيه تماما. انا بكتب على صفحتي، وارجوكم اي حاجة تتعلق بزيادة الاجور، زيادة المعاشات، تابعوا وسائل الاعلام الرسمية للدولة. وحتى انا لما باجي اقول بيكون بناء على ما قيل في وسائل الاعلام الرسميه. يعني حتى لما باجي اكتب على صفحتي بكتب ما تتناقله وكالات الانباء الرسميه او الاعلام الرسمي للدوله، لان لا في زياده في المعاشات ولا في زياده في الاجور، وكل ما يقال في هذا الامر ملوش دعوه، ملوش لازمه. اللي اتقال على زياده الاجور والمعاشات اتحصل في شهر 3 وانتهت القصه على كده. واخدين بال حضراتكم؟ ف يعني محدش يسمع. لو هتزيد حاجه هتلاقيني انا على طول اول واحد اقول لكم ده في قرار بالزياده ان شاء الله، بعد طبعا ما اسمع من الاجهزه الرسميه، لكن مش هقول من عندي برضه. فارجو حضراتكم، انا ماليش علاقه باليوتيوب، ماليش علاقه باليوتيوب، وما ينقل عنه غير مسؤول عنه، حتى لو حاطط صورتي غير مسؤول عنه، عشان الموضوع ده صراحه مش حلو خالص. نرجع بقى لموضوعنا النهاردة. المفروض النهاردة كانت جلسة الخبير، التأمينات هتجيب الأعداد والمستحقين والفلوس اللي دفعتها والفلوس اللي هتدفعها والكلام ده كله. ده حكم المحكمة، حكم المحكمة قايل النطاق الزمني، عايز يحدد النطاق الزمني للمستحقين للعلاوات، وعايز المبالغ، وعايز الأعداد، وعايز الحسابات. طبعا كل ده النهاردة التأمينات ما جابتش حاجة غير قانون 25 لسنة 2020، واللي تقريبا خدوا في القانون 25 لسنة 2020 حوالي 2 مليون، يعني 2 مليون ومية، يعني مش 3 مليون ولا 4 مليون ولا الكلام ده، جابوا دول. والمفاجأة بقى ان فعلا التسوية الزيادة هي كانت خاصة بقانون زيادة المعاشات، والزيادة حوالي 10% ل 12% لكل تحل المعاش من 2006، وما خدش زيادة المعاشات اللي كانت بتقرر قبل 2006. احنا اكدنا للخبير زي ما اكدنا للمحكمة ان العلاوات الخاصة من 87. انا قدمت النهاردة مذكرة او بيان تفصيلي بشأن العلاوات الخاصة التي لم تضم للأجل الأساسي العاملين في الدولة والقطاع العام والهيئات العامة والشركات العامة والشركات اللي هي الخاصة، يعني التي كانت تقرر العلاوات الخاصة للعاملين فيها. قلنا في المذكرة دي، أنا هقول لكم بسرعة كده عشان تبقوا عارفين. خلي بالكم المذكرة دي اللي أنا قدمتها هي بيان بعدد العلاوات ونطاق الزمني بدايتها من إمتى، وماليش علاقه بحسابها على فكره، ان حتى التامينات نفسها هي اللي عندها الحسابات، احنا مالناش علاقه بالحسابات، الحسابات دي بتاعتهم هم، بس حسابها بيتعرف من مجموع قيمه العلاوات التي لم تضم وقت الخروج للخدمه.
أولنا أكدنا في المذكرة الأول أن النطاق الزمني لتطبيق تنفيذ حكم الموضوع الدعوى المماثلة هو العلاوات الخاصة التي تقررت للعاملين في الدولة منذ يوليو 1987 وإلى تاريخ آخر علاوة تقررت في ظل العمل بقانون العاملين في الدولة 48 لسنة 1978. العلاوة اللي تقررت في آخر علاوة تقررت في 2015، كان معاد ضمها في يونيو 2020 عشان تبقوا عارفين، يعني هو ده الحكم من 87 ل 2020، الاخر علاوه كانت المفروض تتضم في 2020. دي احنا قلنا ايه النطاق الزمني بقى، انا كتبته في عناصر، قلنا ان بدات العلاوات دي بدات بالقانون 101 لسنه 87، انا هقول اول قانون بس لسنه 87، وقرر العلاوه ساعتها 20% من الاجر الاساسي لسنه الاصدار اللي هي 87. فيترتب على ذلك بقى ان كل اللي خرج للمعاش وخد علاوه سنه 87 خدها في يوليو 87 وخرج في يوليو مثلا، يعني يبقى اللي خرج من يوليو 87 حتى يونيو 88 له علاوه واحده، ياخد 80% من مجموع علاواتها. من مجموعه، لو كانت العلاوه دي على فكره العلاوه كانت تقريبا 20 جنيه برضو 15 جنيه، يعني كانت مبلغ تافه في ساعتها يعني بالنسبه للاساسيات وقتها، ف ياخد 80% منها، لو هي كانت 20 جنيه ياخد 16 جنيه عليها. تتحط مع معاش الاجر المتغير، اشرح لكم الحته دي، معاش الاجر المتغير لو كان 100 جنيه يتحط عليهم ال 20 جنيه او 16 جنيه اللي هي ال 80% ديت، ويبقى المعاش المتغير 116 او 118 او 120 حسب كل واحد على حده، ويتساوى معاشه على كده ويتدرج. هو ده موضوع الحكم، ويتدرج الزيادات في القوانين اللي جايه بعد كده اللي هي كانت قوانين الزياده بتاعت المعاشات. العلاوات بعد كده 88 بقت 15%، يبقى اللي خرج من يونيو 88 حتى يونيو 89 ليه علاوتين، وهكذا. يعني هي بتبدا صغيره وبتيجي من سنه 92، بتيجي من سنه 92 من سنه 91 من يوليو 91 بتصبح خمس علاوات كامله، بقوا خمس علاوات. جت الدوله بقى في 92 قالت لا، ما انا مش هفضل اقرر العلاوات ديت وما حطلهاش حاجه معينه، فراحت قررت ان تنضاف علاوه للاساس الاجر كل خمس سنين، وقررت اضافه علاوه 87 الى اساس الاجر سنه 92. اصبح كل اللي بيخرج بقى خمس علاوات خمس علاوات، اللي هو بيخرج قبل ما تتضم مع هذه العلاوه خمس علاوات خمس علاوات. احنا قلنا بقى لحد امتى؟ لحد يونيو 2020. يونيو 2020 هيبقى له علاوه واحده بس، اللي خرج من يونيو 19 ليونيو 2020 له علاوه واحده فقط. فحددنا النطاق الزمني بالنسبه لحكم الاداريه العليا، اللي هو قلنا ان العلاوات التي لم تضم الاجر الاساسي وقت الخروج للمعاش، وقد بينا ذلك من خلال المذكره السابق تقديمها، وهي العلاوات من يوليو 87 حتى يونيو 2015 اخر علاوه تقررت قبل تطبيق قانون الخدمه المدنيه 81 سنه 2016، فكله بيتعامل مع هذه العلاوات. قلنا بقى ان الحكم اعاده تسويه، واعاده تسويه غير قوانين زياده المعاشات. حكم اعاده تسويه يعني بيرجع المعاش المتغير بالذات كانه اتحسب النهارده، يعني في وقت كانك لسه خارج النهارده والمحكمه قالت له تحط لي كمان على اللي انت حسبته ده 80% من العلاوات التي لم تضم الاجر الاساسي. على فكره ده وفقا لقانون التامين الاجتماعي مش وفقا لاي قانون اخر. وقلنا وحطينا مثال، قلنا لو احنا المعاش ده المتغير اصلا بقى كان 100 جنيه زي ما قلت لكم في اول الفيديو، لو كان 100 جنيه هنحط 80% من مجموع العلاوات ويتسوى المعاش على هذه، يتربط المعاش على هذا الاساس ويتدرج في الزياده الى ميعاد الصرف. اتكلمنا على المتجمد، قلنا المتجمد الدعوه رفعت في 2015 يبقى المتجمد يبدا من 2010 خمس سنين، وقلنا ان كل اللي خرج قبل 2010 لو خرج قبل 2010 بيتسوى معاشه عادي، لكن يبدا المتجمد معاه من 2010. يعني خرج 2009 مثلا، لا ما ياخدش متجمد من 2009، ياخد متجمد من 2010 عشان التقادم الخمسي. قلنا بقى القانون 25 لسنة 2020 هو قانون يخص قوانين زيادة المعاشات ولا يتصل من قريب أو بعيد بحكم الإدارية العليا الذي قرر إعادة تسوية المعاش المتغير للعلاوات الخاصة التي لم تضم الأجر الأساسي. حددناها ومأكدين الكلام ده طبعا في المستندات والكلام ده. هم على فكرة قدموا النهارده
المذكرة اللي قدموها قدموا بالقانون 25 بس، ما تقدموش حاجة تاني. طب يا عم هات 87، قال لا تقول انت، مع ان حكم المدنية العليا قالت او المحكمة الإدارية العليا قالت في كل احكامها ان عبء الإثبات على الجهة الإدارية وليس على العامل او الموظف، لان هي اللي عندها الداتا والمعلومات. طبعا احنا الخبير كان صراحة كنا عايزين نقفلها النهاردة لان ما قدموش حاجة، فخلاص هيقفلها وهو هيتكلم في النطاق، فالنطاق هو اللي بيثبت الحقوق كلها، وكان هيقول المتجمد هيبقى شكله ايه والكلام ده كله. الحقيقه بس الاستاذ الزميل محامي المرحوم عبد الله، انا برضو محامي ورثه المرحوم عبد الله، بس هو كان ليه راي ان هو عايز ياجل، عايز يرد على حاجه معينه، رغم ان احنا ردينا برضو، بس هو جايز يكون ليه فكره تانية انه عايز يرد. فالخبير اجل اسبوع واحد ان هو يرد على حاجه تخص المرحوم عبد الله، معرفش ايه اللي هيرد عليه، بس هو طلب واحنا احترمنا وجهة النظر دي. وعموما هي كده كده خلاص 8/5 ان شاء الله هتحجز للتقرير، والقضية هترجع ان شاء الله للمحكمة قبل 24/6، يعني ان شاء الله جلسة 24/6 يكون التقرير ورد للمحكمة. طبعا انا شرحت لكم، يعني انا ارجوكم النبي لا اي حسابات على النت ولا اي حاجة على النت على اليوتيوب اقصد، ولا اي حاجه تخص لا قوانين لا زياده الاجور ولا زياده المعاشات تتفرجوا عليها. انت كده يا عم هات اي حاجه اتفرج عليها فيديو بدل ما تضيع باقتك على حاجه هايفه يعني مش حقيقيه، لا في جداول صحيحه ولا في اي حاجه صحيحه، بدليل ان الاربعه اللي انا مقدمهم اللي هم قبل 2006 كل واحد ليه علاوة شكله، كل ليه واحد ليه قيمه شكله، كل واحد هيبقى له تسويه شكل. يعني المرحوم عبد الله 41 جنيه، الاستاذ عرابي علاواته حاجه و60، غنيم حوالي 25 جنيه، سميره حوالي 33 جنيه، يعني شو 80%، يعني كل واحد له مبلغ مستقل في متجمد في في في, في مجموع علاواته حسب علاواته اللي كان بياخدها وحسب اساس الاجر بتاعه. فارجوكم لا جداول ولا في زياده في المعاشات ولا في زياده في الاجور. الدوله في جرايد كده عماله تكتب اكبر موازنه في التاريخ مش عارف للاجور، هي اكبر موازنه للسنه الماليه الجديده، يعني ملهاش علاقه بزياده الاجور. ده هو بيتكلم ان هو زود المخصصات، ما هي زادت المخصصات من شهر 3 ونفذ خلاص الدوله يعني. وزود بيحط الموازنه العامه، انا اعتقد ان في محاسبين بيسمعوني، بيحط للسنه الماليه الجديده اللي هو ممكن يقرر في واحد زياده استثنائيه، يقرر في 3 زياده استثنائيه او زياده معاشات، بدل ما هي المعاشات او الاجور عموما كانت بتزيد في شهر 7، بس هو عشان التضخم وعشان ارتفاعات الاسعار بيبكر بيها، ما عملش حاجه اكتر من كده، بكر بالزيادات كانه اداك الزياده قبلها ب3 شهور، واخدين بالكم؟ فانا عايز ارجوكم بلاش يعني بتبقى حاجه تنرفز، يعني ان انت شغال ابص الاقي كل واحد جايب فيديو بيشيره. يا عم مش هو، مالكش دعوه، خليك في اجهزه الاعلام الرسميه، بلاش عبد الغفور، بلاش على صفحتي انا، بنقل على فكره من اجهزه الاعلام الرسميه للدوله عشان اعرف احاسبهم وابقى عارف الخبر جاي منين. لكن تقول لي تجيب واحد يقول لك الحق زياده 15%، تروح يا عيني داخل ولا زاد زياده 15% ولا زاد 13% ولا زاد حاجه، الزياده زادت خلاص في شهر 3 وانتهت القصه على كده. انت اتكلم بقى على اسعار، في مواجهات ومقاطعات دلوقتي لبعض المنتجات عشان خاطر اسعارها تنخفض، واجه في الموضوع ده. في مقاطعات يا ريت المحافظات كلها تتوزع في مقاطعاتها عشان خاطر يقدروا يسيطروا على الاسعار اللي الحكومه مش عارفه تسيطر عليها، لان السيطره على الاسعار على فكره مش هيخليك تفكر في زياده اجور ولا زياده معاشات لو ان اجرك اتظبط على الاسعار الموجوده او الاسعار اللي هتقل. يعني فكر في الانتاج، فكروا في العمل اللي توقف، المصانع اللي توقفت والحاجات اللي اتخصخصت دي كلها، ما هي كلها اسباب رئيسيه من اللي بيحصل فينا دلوقتي. فبلا يعني انا لاول مره صوتي يعني يبقى محتد كده، لكن هي دي الحقيقه. العلاوات والله العظيم لو كانت خدت حكم في وقت ما ما كانش فيه الغلاء اللي احنا فيه ده، ما اعتقدش الناس كانت هتبقى مهتمه قوي بيها. النهارده الناس بتدور على الجنيه لان هو بيفيدها، وحقها على فكره، حقكم في العلاوات وحقكم اصيل وحقكم موجود، والخبير هيثبتها، والاعداد دي تتحملها التامينات الاجتماعيه بمادتها اللي عندها، وتحملها مجلس الوزراء بتدبير مواردها الماليه. وان شاء الله انا على يعني انا على يقين جدا
على يقين جدا بقى حقيتكم في هذا الحكم، وهم اعترفوا النهارده ما نفذوش الحكم، قالوا احنا ما نفذناش الحكم، احنا اعتبرنا القانون 25 تنفيذ الحكم. ما فيش حد يقول ان في قانون يطلع لتنفيذ حكم ابدا باي حال من الاحوال. ارجو ان كل رسالتي وصلت، واللي ما سمعش يسمع تاني.